عام 1976 تدخلت القوات السورية في لبنان، وانقسمت المقاومة الفلسطينية بين مؤيد ومعارض، وجرت مواجهة مسلحة بين معارضي التدخل السوري وهم أغلبية المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية والجيش السوري في لبنان. أخي أبو مازن كان له دور كبير، كان رجل واقعي، وهو كان من كبار العاملين على هذا الملف، وكان له دور أساسي في رأب الصدع بين القيادة الفلسطينية والقيادة السورية، وكان له دور كبير في محاولة والسعي للنأي بالنفس عن الحرب الأهلية اللبنانية بالنسبة للقيادة الفلسطينية والثورة الفلسطينية. كان لكل طرف أطروحته في هذا المجال ومنظومة دفاعية متماسكة حتمت موقفه، لكن الصدام كان قد حصل وجرت الدماء وتعقد المشهد. صراحة أبو مازن واستمراره في انتهاج نهج واضح أعطته مصداقية يعني مع العالم أيضا. ربما في كثير من الأحيان خطابه الواضح والصريح لم يعجب الشعب الذي يريد يعني خطابات حماسية وإلى آخره، ولكنها من ناحية أعطته مصداقية بأنه يعني ملتزم ومنسجم مع مبادئه مع خطه السياسي. آل المشهد في لبنان إلى ما يلي: المقاومة بكامل قوتها العسكرية والسياسية، القوات السورية، ميليشيات القوات اللبنانية في شرق بيروت وكسروان، أما إسرائيل فإنها تتربص في الجنوب، تتحين الفرصة لتحقيق ضربتها الاستراتيجية التي حلم بها المؤسسون الأوائل للحركة الصهيونية، والتي تقضي بمد الحدود الإسرائيلية إلى ضواحي بيروت. كانت التجربة الأولى في عملية الليطاني عام 1978، والتي قاومتها المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية ببسالة. وصل الاجتياح إلى صيدا، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 425 القاضي بانسحاب إسرائيل من لبنان بلا قيد أو شرط. انسحبت إسرائيل إلى شريط على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وأقامت دويلة أطلقت عليها اسم دولة لبنان الحر، ونصبت عليها عميلا لها هو الرائد اللبناني سعد حداد، وعندما مات نصبت مكانه عميلا آخر هو الجنرال أنطوان لحد. ذلك الحلم الذي طالما حلم به بن غوريون. في عام 1981 خاضت المقاومة معارك تموز البطولية، ودكت صواريخ الكاتيوشا الفلسطينية مستوطنات الجليل، ثم أعلن عن أول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ومنظمة التحرير. في عام 1982 قدم أبو نضال الذريعة لإسرائيل حينما أقدم أحد عناصره على اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف. في الرابع من حزيران عام 1982 كان وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون يقود 120,000 من جنوده ويجتاح لبنان من الناقورة إلى بيروت. كانت مصر قد خرجت من معادلة الصراع بعد معاهدة كامب ديفيد ومقاطعتها عربيا في قمة بغداد عام 79، واستفردت إسرائيل بمنظمة التحرير، وما كان بيغن وشارون يقبلون بأقل من رأسها. وكان أبو عمار يردد بعد عدوان تموز عام 81 تخوفه وقلقه مما أطلق عليه عملية الأكورديون، أي زحف القوات الإسرائيلية من الجنوب وميليشيا بشير الجميل من الشمال. حينما قررت المقاومة الخروج كان أبو مازن هو الذي أبلغ أبا عمار أن سوريا مستعدة لاستقبال أي عدد من المقاومة الفلسطينية وبدون تحديد، كما أبلغه في نهاية الحرب قبول تونس باحتضان القيادة والمقاتلين الفلسطينيين على أرضها. جيان فلسطيني إلى تونس. أولاً سبقوا اتصالات، إحنا مع أبو عمار لما كان يعني في بيروت وتحت الأرض، وكنت أنا نخاطبه دائماً يومياً وأنا معها الفكرة.
لكن احقاق الحق الحبيب بورقيبة اخذ القرار لوحده. انا ما اخذش رايي ان اعلمني بالقرار، ولو كنت انا الوزير الخارجيه اللي اقرب الناس في الموضوع هذا. يعني كان من ضمن وزاره الحكم بلعاوي اللي كان هو نائب رئيس وفي مستير، والرئيس عمل لي تليفون قال لي انا عندي اخبار باش يفرحك، نقول لك راني انا قبلت ان الفلسطينيين يجيوا لتونس، وقت اللي كثير من الدول ما حبوش يقبلوه. حوصرت بيروت من جميع جهاتها، وظلت المقاومة تقاتل طيلة 3 أشهر في بيروت الغربية متصدية لهجوم إسرائيلي وحشي من البر والبحر والجو، تحت حصار خانق قطعت فيه المياه وكل أنواع المؤن، وكادت الذخائر تنفد من المقاتلين، حتى إن العميد الشهيد سعد صايل أبو الوليد أبلغ القيادة أن المضادات الأرضية نفدت ذخائرها وأن صواريخ الكاتيوشا تكاد تنفد. وبشكل موازن كان القصف السياسي مركزاً من الموفد الأمريكي الداهية فيليب حبيب. خاضت المقاومة أسابيع من القتال لتثبت بنداً لم تتراجع عن أن تخرج المقاومة بسلاحها من البر والبحر دون أن تمر على أي حاجز إسرائيلي. وأمام صمود المقاومة رضخت إسرائيل. طيلة أيام الخروج من مرفأ بيروت كان المقاتلون يصعدون السفن على وقع الموسيقى الفلسطينية بسلاحهم الفردي وألبستهم النظيفة المرقطة، وخرج أبو عمار في بروتوكول وكأنه يستقبل في مطار بيروت كضيف استثنائي. لقد كان أبو عمار حريصاً على مشهد الكبرياء الفلسطيني، فخرج إلى أثينا. أنا عرفت بطريقتي إنه راح يصير كماشي على لبنان ويدخلوا على بيروت ويعملوا كماشي على جماعتنا كلهم، فبعثت الرسالة لأبو عمار وقلت له ترى راح يصير عليكم حصار صعب وقاسي، وفعلاً صار الحصار. وبدينا نفكر شو الحل، يا بيموتوا في بيروت بقتلوا يا بيمسكوا أسرى. والنتيجة فبدأنا نبحث عن حلول، وبدأ العالم يقول روح نبعثهم لهنا أو لهنا أو لهنا أو لهنا. فخطر ببالنا تونس، فبعت رسالة لسفيرنا في تونس لأنه أخوانا بلبنان بيقدروش يحكم، كانش في غيري في الشام. بعتنا رسالة، هل يمكن أن يقبلنا التونسيون على أرضهم؟ لأنهم قال أهلا وسهلا. أوه على طول. طب هل يقبلون بس قيادة فتح وغيرها وغيرها؟ قال من يأتي معكم يقبله. صعد أبو مازن وأبو عمار إلى الطائرة معا، وهبطا في مطار قرطاج ليفاجأ باستقبال جماهيري لم تشهده تونس، وغابة من الأعلام الفلسطينية وصور أبي عمار تملأ العاصمة. ثم نزلا معا في مجمع سلوى السياحي في حمام الشط. ومن تونس بدأت الثورة الفلسطينية رحلة العودة إلى فلسطين. ياسر عرفات مثل ما بيقولوا باللغة العربية نسيج وحدة، يعني شخصية فريدة من نوعها. حياته كلها كانت مكرسة للعمل الفلسطيني، كان مسكون بالقضية الفلسطينية. وقت مرحنا إلى تونس نزلنا في أوتيل اسمه سلوى، يعني منفى، عمليا منفى وعمليا خلاص، والناس كلها قالت انتهت الثورة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى. جاب هالجهاز اللاسلكي وبدأ يجري اتصالات ويجري أحاديث مع كل الأطراف، ويبعث لهون ويبعث لهون ويبعث لهون، ثم ذهب سرا إلى بالبحر من قبرص إلى طرابلس، وكان معرض في أي لحظة أن يموت، هاي إضافة إلى كل اللي. فهو رجل من هذا النوع، بخطئ والله كثير، كلنا خطأ، خير الخطائين التوابون، إنما هو فعلا هذه هي حياته، هذه هي يعني تصرفاته. أبو عمار كان دائما يعرف على أنه هو الوالد،
على أنه هو أب القضية الفلسطينية وعلى أنه رمز. فكان يتعامل مع القضية باعتبارها قضية شخصية. لا شك كان أبو مازن وإخوانه يفكرون بكل السبل أن الثوار برغم كل جاذبية الثورة وكل ما قدموه من بطولات وبرغم كل الدماء الطاهرة التي سالت نهراً منذ عام 1920 وحتى الآن، وبرغم كل الآلام والمآسي والصبر والصمود والصلابة، إلا أن الحقيقة كانت تقتضي موقفاً شجاعاً. ماذا نريد؟ نريد دولة فوق أي شبر من فلسطين؟ نريد تطبيق أي بند في البرنامج المرحلي؟ كان السوفييت يوضحون دائما أن القرار 242 شيك بيدكم، بإمكانكم استخدامه، لكن انتبهوا، قد يأتي يوم ويصبح شيك بلا رصيد. قال أبو مازن: ليبدأ هجوم السلام إذن. وجمع الجميع ثم وافقوا. عندما التزم المجلس الوطني الفلسطيني عام 88 بقبول حل الدولتين والقانون الدولي أساس لهذا الحل، والتزم بقبول المفاوضات كأسلوب سلمي للوصول إلى الحل، كان هذا تحولا جذريا في طريق التعاطي التحرر أو حركة التحرر. وكما تذكر فتح، يعني هي حركة تحرر وطني، بمعنى أن التحرر انطلق من فكر أو ممارسة الكفاح المسلح والثورة المسلحة نحو ثورة سياسية، لنقل نحو الاشتباك السياسي ونحو اللجوء إلى القانون الدولي وإلى المجتمع الدولي وإلى آخره والشرعية الدولية، والتي أصبحت هي عنوان المرحلة الآن. قال رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة وهو يشاهد خروج ياسر عرفات من بيروت: إنها أسعد لحظات في حياتي. ثم أعلن أن السلام في الشرق الأوسط لابد أن يلحظ حل المشكلة الفلسطينية، لكن الدبلوماسية الأمريكية كانت ما تزال أسيرة تعهد كيسنجر بعدم إقامة أي اتصال مع منظمة التحرير. منذ عام 88 في المجلس الوطني 15 الذي عقد في الجزائر، القيادة الفلسطينية قدمت التنازل الكبير هناك، بمعنى أن القيادة الفلسطينية قبلت قرار 242 وقبلت بحل الدولتين. منذ عام 88 إلى يومنا هذا لا أبو عمار تنازل عن صمته ولا أبو مازن تنازل عن صمته، بمعنى أن التمسك القيادة الفلسطينية في الثوابت المتمثلة، ما هي الثوابت الفلسطينية؟ متمثلة بإنهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. مسار أبو مازن من البدايات إلى الآن مسار صاحب فكرة الدولة والدولة الديمقراطية، يعني عنده تصور واضح. يعني الكلام الآن سهل أن تقول أنه والله من العام 88 لبل من العام 80 كان في شخص يقول أنه الحل بالدولي، الآن بات الأمر سهل، الكل يقولون أنه الحل بالدولي الفلسطيني. ولكن في تلك المرحلة، في مرحلة الثورات، في مرحلة الدول الأحادية، في مرحلة كل الدول عم تتصارع، عم بتصارع بعضها باسم القضية الفلسطينية، لم يكن من السهل أن يقف إنسان ويقول كل هذا ليس صحيحا، الصحيح أن نذهب إلى دولة фалостонія демократія. Продовжателем Советского Союза, вы знаете, что после Алжирской сессии Национального совета Палестины и принятия на ней во главе тогда с лидером палестинским Ясером Арафатом декларации независимости, мы признали эту декларацию независимости и таким образом признали палестинское государство. Оно, конечно, такое виртуальное, но тем не менее это повлекло за собой практические вопросы. Это преобразование представительства Организации Объединенных Палестины в Москве в посольство государства Палестины, аккредитация посла, признание президента Палестины в качестве президента государства Палестины.
كان الثمن هو الاعتراف بالقرار 242 والتفاوض على أساسه، أي على الضفة وغزة، لإقامة دولة فلسطينية فيها. وكان لهذا الثمن تداعيات لا يمكن تجنبها، وهو أن يقول أبو عمار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن منظمة التحرير ضد الإرهاب. كان ذلك بعد أخذ ورد وأحداث كثيرة، كان أولها انشقاق مجموعة أبو موسى وأبو خالد العملي وتحالفهما مع أبي نضال والحرب التي دارت بين قوات فتح والمنشقين عليها، والثاني خروج أبي عمار مع قوات فتح من طرابلس، وثالثها القطيعة مع سوريا والتقارب مع الأردن وفك ارتباطه مع الضفة الغربية باعتبارها مسؤولية منظمة التحرير. وكانت مجلس الوطني الفلسطيني 88 في الجزائر، وكانت خطر معلق على صفوف فلسطينية جديا، يا يبقى منظمة التحرير واللجنة التنفيذية أو لا، لأن الصراع كان حد. وكان هناك، أنا عارف، من أنا كنت حاضر، يمكن أجنبي وحيد في وراء الستار وراء كواليس في مجلس، أنا لا أنا عارف، أنا لا غير أجنبي، إلا أنا كنت أمثل تلك الأيام الاتحاد السوفيتي في هذا المجلس، أنا عارف هذا من الأساس. وكان خطر حقيقي، انقسام كان وارد، وكان هناك قوة الدولية التي كانت تشجع هذا الانقسام، تشجع أن لا يسمح الفلسطينيين أن يتوحدوا ويحفظوا على قوة الأساسية لهم، هذا واحدة صفوف فلسطينية، بغض النظر أن تيارات الإيديولوجية هنا ماركسية أو قومية أو نصيرية أو غيرها. ثم جاءت المفاجأة، اندلعت الثورة الشعبية الفلسطينية في الضفة وغزة والتي عرفها العالم باسم الانتفاضة عام 1987، والتي أبهرت العالم بشجاعة أطفالها ونسائها وشبانها، ثورة الأكف المفتوحة والمقاليع والرايات الملوحة بمواجهة الدبابات والرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والاغتيالات والاعتقالات العشوائية. الانتفاضة الأولى يعني ظهرت بعدوان سارة على بعض الشباب في قطاع غزة، وقتل منهم بعض الشباب، وانتشرت وكانت اسمها انتفاضة الأطفال أو انتفاضة الحجارة. كانت محرجة جدا لإسرائيل، لأنه إسرائيل طب بدون أطفال شو بدها تقول لهم؟ شو بدها تسوي فيهم؟ وبعدين عم برموا حجارة مش عم برموا رصاص. فتضخمت وكبرت وأصبح لها طنين ورنين في كل العالم. وهي هذه الانتفاضة التي ابتدعت أفكار سياسية، تصور كل هذول ابتدعوا أفكار سياسية التي أخذناها في 88. يعني نحن أخذنا أفكار الاعتراف ب 242 ودولة فلسطينية وغيرها من أطفال الحجارة. فكان حد يقول لك يا أخي هذا غلط، يقول لك يا زلمة الأطفال اللي بالداخل المقاومين، مش أنت اللي مش عم بتقاوم، هم اللي اقترحوا هذه الاقتراحات وخرجت منهم هذه الأفكار النيرة، خلينا أقول، ومشينا فيها. لو ما حصلش في انقطاع كنا كانت من أحسن الأفكار التي تحرج دولة إسرائيل. وبالتالي استمرت 3-4 سنوات وكانت منارة لنا. الانتفاضة الأولى كانت انتفاضة بمعنى أنها تعبر عن إرادة شعب، عن عنفوان شعب، فضحت السلاح، فضحت منطق القوة، فضحت منطق الهيمنة والعسكرة، كل هذه الأساليب التي استخدمتها إسرائيل ضدنا، وأظهرت الوجه
الإنساني الحضاري المشرق للشعب الفلسطيني، وأظهرت إرادة هذا الشعب في الصمود والمقاومة الحقيقية. وكانت هذه في مكانها يعني مرحلة مشرقة جداً، وهي التي أدت إلى ترسيخ وتفعيل قضية الحل السياسي المبني على القانون الدولي. كانت إسرائيل تتوقع أسبوعاً أو شهراً على الأكثر، لكن الانتفاضة استمرت وتصاعدت، ومن ثم أعلن الإسلام السياسي الفلسطيني عن حضوره عبر حركة حماس وكذلك الجهاد الإسلامي. أعيت شجاعة الفلسطينيين جبروت العدو، فها هو يواجه الثورة التي شردها في أصقاع الأرض، في القدس ورام الله ونابلس والخليل وغزة، لا بل إنها امتدت إلى الناصرة وشفا عمر ومعظم أراضي عام 48 في وقفات تضامنية شجاعة. كانت القيادة الموحدة للانتفاضة تدير معاركها الشعبية السلمية بكفاءة، من المظاهرة إلى الإضراب إلى الاعتصام إلى رمي الحجارة والمقاليع. ذات يوم على كورنيش المزرعة كانت الطائرات الصهيونية تصب حمامها على جمهورية الفاكهاني في اجتياح عام 82. بدا الأمر وكأنها تريد إبادة الحي بمن فيه. كانت حشود تقف على كورنيش المزرعة وتنظر إلى الطائرات بقلق، ثم وقفت امرأة فلسطينية بتحد وصرخت وهي تنظر إلى الطائرات المغيرة وتربت على بطنها: صفوا ما شئتم، اقتلوا ما شئتم، أنتم تقتلون ونحن ننجب، فكم ستقتلون؟ تلك هي المسألة. لقد اكتشفت إسرائيل في لحظات سوداء أن القنبلة الديمغرافية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني تهددها بمصير مظلم، وها هي تنفجر ملايين في الضفة وغزة وأراضي 48. فإلى متى؟ كانت القيادة الفلسطينية قد اتخذت قراراً نهائياً بالاعتراف بالقرار 242 والتفاوض مع إسرائيل على أساسه، ولكن الإدارة الأمريكية كانت تصر على نبذ الإرهاب. ولكن أين؟ في الجمعية العامة. رفضت واشنطن إعطاء أبي عمار فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة بحجة أنه إرهابي. بال89 عندما تبينت أمريكا أنه نحن نريد السلام ونحن نقبل 242 و338، ثم طلبت من الأخ أبو عمار أن ينبذ الإرهاب، فقال أنا مستعد أروح على الأمم المتحدة، إلا أنه الأمريكان رفضوا أن يعطوه فيزا، فانتقلت الجمعية العامة إلى جنيف، وفي جنيف ألقى خطاب أيضاً لم يذكر فيه نبذ الإرهاب، ثم ذهب إلى مؤتمر صحفي، وفي المؤتمر الصحفي سئل مباشرةً فقال نحن ننبذ الإرهاب، واكتفوا بهذا. لكن هذا النفاق الأمريكي لم ينطلي على أحد، فقد أعطته فيزا عام 74 ووقف أمام الجمعية العامة حيث أطلق جملته المشهورة: لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. كانت في تلك الفترة فترة استلام وتسليم ما بين ريغان وما بين بوش، فكان الأربعة جالسين في البيت الأبيض، ريغان وبوش ومعه كل واحد وزير خارجيته، فسمعوا فقالوا نحن نبدأ حوار مع منظمة تحرير الفلسطينية، وبدأ الحوار في تونس، سفيرهم في تونس مع الأخ أبو جعفر مدير دائرة السياسية في المنظمة، وحكم بلعاوي وياسر عبد ربه من طرفنا، واستمر الحوار فترة من الزمن، وأنا أحياناً كنت أشارك في هذا الحوار يعني معهم، لكن بشكل غير رسمي، إلى أن حصلت عملية في تل أبيب، طلب منا أن ندين هذه العملية،
أو أن نقول إحنا سنحقق في هذا. الحقيقة نتيجة المعادلة العربية ما صار إدانة ولا صار تحقيق، فانقطع الحوار بيننا وبين أمريكا. لا شك أن أبا مازن يتمنى من سويداء قلبه أن يستعيد كل حبة رمل من فلسطين، ويرغب أن يعود إلى صفد وكل أهلها معه، لكن التجربة الفلسطينية في صعودها وهبوطها علمته الكثير، فأدرك ببصيرة نافذة أن ميزان القوى الدولي لا يسمح في أحسن الأحوال إلا بدولة في الضفة والقطاع. في عام 88 فكرنا أنه نحن بعد هالعمر طويل السياسي والعسكري والثوري لابد أن نتواءم مع الشرعية الدولية. كيف نتواءم؟ نعترف أو نخترق الخطوط الحمراء بما يتعلق بالاعتراف بالقرارين 242 و338، لكن ما فيش طريقة أمامك لتدخل الشرعية الدولية إلا أن تعترف بالشرعية الدولية. فبدأنا نفكر كيف نعملها. في نفس الوقت عملنا نوع من التزاوج بين هذا الكلام وبين إعلان الاستقلال أو إعلان الدولة المستقلة في المنفى، وكتبنا، والله يرحم محمود درويش الذي كتب الخطاب، وكتبه بطريقة شبه كانت بك توافق عليها. فقبل الاقتراح بالاستقلال ومر معه القبول باثنين أربعة اثنين وثلاثة ثلاثة ثمانية، وهنا دخلنا محطة جديدة هي محطة الشرعية الدولي. كان استقلال الدولة الفلسطينية قد أعلن في مؤتمر الجزائر بصياغة رائعة لشاعر فلسطين الراحل الكبير محمود درويش. بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين أو أرضنا الفلسطينية. وكان لهذه الدولة التي بالكاد تجد مكاناً تجتمع فيه أن تجد طريقاً إلى فلسطين، طريقاً إلى مبنى في فلسطين ترفع عليه علمها، تستقبل فيه ضيوفها وتوقع اتفاقاتها، ويقبل رئيسها أوراق اعتماد السفراء فيها. نحن بدأنا عملاً، الاستمرار فيه والوصول إلى مثل ما بتقولوا بالسينما هابي إند، هذا ممكن، لكن ممكن أن يوصل إلى كارثة. يعتمد على تصرفاتك، يعتمد على كيف يمكن أن تتعامل مع هذه القضية بمقدار ما تكون صاحي. الآن بذرة الدولة موجودة عندك، يعني كونه نرجع إلى الوطن. وبالمناسبة منذ 1994 ل 2000 رجع إلى الوطن نصف مليون فلسطيني، لا أحد يعرف هذا. ونصف مليون فلسطيني مش من أهل الضفة ولا من غزة فقط، وإنما من كل فلسطين، بل هناك عرب كثيرون اشتركوا في منظمة تحرير وأخذوا هوية فلسطينية وأصبحوا نواب وأصبحوا حكام وأصبحوا محافظين عرب مش فلسطينيين، لكن أخذنا لهم الحق أن يعودوا إلى أرض الوطن. سوريين، أردنيين، مصريين، عراقيين، تونسيين، وأعتقد أنهم بنوا مؤسسات للدولة، يعني بنوا أمن وبنوا مدارس وبنوا تربية وتعليم وصحة وكذا، وإلى يعني الحياتية، الخدمات الحياتية للناس انبنت. طبعاً سياسياً لا يزال المستوطنات، لا يزال إسرائيل قابض على الحدود إلى آخره موجود، لكنها بنيت، يعني بني شيء في الداخل وهو أمر جيد. اللي ناقص هلأ أنه قصة أنه ينسحبوا الإسرائيليين من الحدود ومن المستعمرات وتعود الدولة كأصل لها. وأبو مازن قدم لنا تجربة غنية تثبت كم هو صعب، كم هو مستحيل التوصل إلى تسوية
وإقامة دولة فلسطينية في ظل موازين القوى القائمة حالياً في العالم؟ ما لم تتغير موازين القوى؟ وهذه خلاصة التجربة التي خاضها أبو مازن حتى الأمس مع جون كيري. ما لم تتغير موازين القوى لا يمكن لنا أن نتقدم خطوة واحدة نحو إقامة دولة فلسطينية. وأنا أعتقد أن هذا أعظم إنجاز لأبو مازن يقدم للشعب الفلسطيني وللأجيال القادمة حتى تعلم تماماً موقع قدمها في التعامل مع العالم الخارجي حين نفكر في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. نعتبر أن فلسطين الاتجاه اللي مشيت فيه بقيادة محمود عباس هو الاتجاه اللي قد نصل به إلى الخلاص، لكن على مراحل، وإحنا في تونس معروفين بسياسة المراحل، وسياسة المراحل هذه لابد يقع فهم الفهم الصحيح، لأن ثم المرحلية المغشوشة وثم المرحلية الصحيحة. المرحلية الصحيحة هي كون كل مرحلة اللي نحققها تهيينا للمرحلة اللي من بعد وتسهل لنا العمل للمرحلة اللي جاية من بعد، والمرحلية المغشوشة خذ وطالب، ومش هذه المرحلية صحيح. ولكن المرحلية هذه ما يكونش فيها التسامح في الأمور الأساسية الجوهرية، لا نسامحه في القدس ولا نسامحه أيضا في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره. احنا نعتبره وأن الآن يعني فلسطين بقيادة محمود عباس، لأنها مش قيادة يعني جت أخيرا، يعني خطأت خطوات لا يستهان بها، وأخيرا وليس آخرا يعني رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة. صراع القرن العشرين الأدهى والأمر بدأ يأخذ طريقه إلى التفاوض. كان المفاوضون الأمريكيون يسألون محاوريهم الفلسطينيين: هل تريدون فعلا دولة فلسطينية؟ هل يمكن أن ترتبط الدولة باتحاد كونفدرالي مع الأردن؟ هل ستكون لها علاقة مع السوفييت؟ هل سيكون لها جيش؟ وما نوعية هذا الجيش؟ كيف ترون التعايش مع إسرائيل في حالة السلام؟ ما هو نوع الحدود التي ستربط فلسطين مع إسرائيل؟ ما هي رؤيتكم لحل مشكلة اللاجئين؟ كيف ترون مستقبل القدس؟ هذه الأسئلة التي رددها كل المفاوضين الأمريكيين كانت أسئلة إسرائيلية. لقد أدركت إسرائيل أن الولايات المتحدة وضعت القضية الفلسطينية على طريق الحل الطويل. بلا شك أن القضية الفلسطينية أساساً في يد الأمريكان، وهم الذين يحاولون أن يعني يتدخلوا فيها ولا يسمحوا لأحد أن يقترب منها. هذا هو الجانب، هذه هي المهمة الأساس التي يحاول الأمريكان دائما أن يلعبوها. لكن مع الأسف الشديد منذ ما قبل الرئيس بوش، يعني منذ كلينتون إلى بوش ثم إلى أوباما، لم يحصل أي نوع من التقدم بيننا وبين الإسرائيليين برعاية أمريكية. يعني الذي حصل نموذج أعطيه الآن وهو أوسلو. أوسلو لم تكن أمريكا تعلم بها ولذلك نجحت. كيف يمكن العودة؟ أعبر لك إيش كان أبو عمار يقول. كان يقول بس أنتوا دخلونا لجوة، بنزرع جذورنا في هذا الوطن وبنبني أشجارنا أي مؤسساتنا في هذا الوطن، عندئذ يصبح من الممكن أن نستمر ونبني على ذلك ما نواصل به النضال. وكما ولدت إسرائيل برعاية غربية وحماية بريطانية وقرار أممي، فقد باتت تدرك أن لا مناص من سلوك هذا الدرب.
كان الفلسطينيون يكادون يوازون عدد اليهود في الأراضي المحتلة، ويعرف ساستهم أنهم سيتجاوزونهم بعد بضعة عقود، وقد أدركوا أن دياسبورا فلسطينية جديدة صارت فوق طاقة العالم أغلى احتمالها. كان أبو مازن يجيب: إننا نريد دولة مستقلة كباقي شعوب الأرض التي تبحث عن الاستقلال. كانت الاتصالات غير الرسمية مع يهود وإسرائيليين قد بدأت منذ سنين، وقد التقى أبو مازن وأبو إياد وأبو عمار شخصيات وأكاديميين ووفودا إسرائيلية. وأثناء الاجتياح حضر إلى بيروت يوري أفينيري رئيس تحرير صحيفة هاولام هازي الذي كان محاربا في إتسل عام 1948، ثم اقتنع أن لا بديل عن السلام مع الفلسطينيين فأسس حركة السلام الآن. وحينما سأل أبا عمار عن السلام قال: إننا مستعدون للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية كلها. كانت المنظمة الدولية قد أصدرت عدة قرارات خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أولها كان عام 1947 وهو قرار التقسيم رقم 181 الذي قامت إسرائيل على أساسه. وحتى الآن لم تقم الدولة الفلسطينية التي أقرتها المنظمة الدولية والتي أعطت إسرائيل أكثر من نصف فلسطين. القرار الثاني هو القرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى أرضهم لمن يرغب منهم والتعويض لمن لا يرغب. لهذا فإن إسرائيل تصاب بالسعار كلما تحدث المحاورون الفلسطينيون عن القرارات الدولية. نصف فلسطين وعودة 4 ملايين لاجئ، فيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين أكثر من 8 ملايين فلسطيني. إنها الكارثة. الرئيس محمود عباس لديه حساسية عالية اتجاه قضايا اللاجئين وقضايا أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات، وربما يعود ذلك ليس لحسه السياسي المفرط اتجاه قضايا شعبنا في كل مكان، وإنما أيضا لكونه من جيل النكبة، من الجيل الذي عايش نكبة شعبنا الفلسطيني عندما خرج من مدينته صفد في عام 48 إلى سوريا، وعايش التداعيات والآثار التي تنعكس نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على الفلسطينيين وعلى أبناء شعبنا في الشتات. نحن نعرف تماما أن هذا الرجل الذي يحمل السلام وليس البندقية، ولكن شروط السلام الذي يحملها قاسية جدا على الإسرائيليين، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين يفضلون محاورة شخص آخر غير أبو مازن، ويفضلون التحاور مع المتطرفين الفلسطينيين إذا شئت، أو المتشددين خلينا نقول، أسهل عليهم من مفاوضة أبو مازن، لأنه صورة وجه السلام يحمل شروط مقبولة من الرأي العام الدولي، من الدول الكبرى، ولكن شروط قاسية جدا على إسرائيل. في أشياء أنا بقدرش أتنازل عنها. القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، موضوع اللاجئين حط على الطاولة، في عندي 6 ملايين لاجئ بدي أبحث مصيرهم حسب المبادرة العربية للسلام. الحدود مع الأردن حدودي، هاي استيطان غير شرعي. قال إيش غير شرعي؟ قلت له كله غير شرعي من أول لآخر، من أول حجر لليوم. وإذا بدكم هاي ميثاق جنيف الأول والثاني والثالث والرابع اللي بنصوا صراحة، وأنا صرت العضو فيهم، اتفاقيات جنيف اللي بنصوا صراحة على أن دولة الاحتلال يجب أن لا تنقل سكانها للأرض المحتلة، ويجب أن لا تطرد سكان الأرض المحتلة من الأرض. إسرائيل عملت العكس، جابت سكانها وطردت سكانها. فنحن هذا هو موقفنا. قالوا مش رح نعترف، أوكي، مش رح نتفاوض، أوكي،
أنا بدي أشكي أمري لمين أروح؟ فبحكي أنا بحوار مع الأمريكان يعني المسؤولين، قلت لهم أنتوا ما وقفتوش الاستيطان وما لقيتوا لحل. طيب رحت على مجلس الأمن سكرتوا علي الطريق وما خلتوني أحصل على 8 أصوات. فأنا ذاهب إلى محكمة الجنايات الدولية، أنا الآن ذاهب لمحكمة الجنايات الدولية. قالوا لي بدهم ياخذوك أنت كمان، ما أنت رئيس دولة وصواريخ. قلت له أنا أول واحد بروح، بس راح أخذكم واحد واحد. طبعا هاون الأمور ملخبطة والأمريكان منجنين، ولكن أنا من حقي أستعمل كل الطرق القانونية للوصول إلى حقي بالطرق السلمية. القنبلة الديمغرافية التي تتفوق على قنبلة إسرائيل النووية، فالقنبلة الفلسطينية مفعمة بالحياة والشباب، قنبلة ولادة ملأى بزهور الأمل. إذن لا بد من التفاوض. كانت الانتفاضة تدخل عامها الثاني بثبات، والحرب العراقية الإيرانية تضع أوزارها، وفجأة تصاعد العداء بين بغداد ودول الخليج. لقد تهاوى سعر برميل النفط إلى 6 دولارات، والعراق ينوء تحت عبء ديون تصل إلى مليارات الدولارات. في تلك الفترة كانت العلاقة بين أبي عمار وصدام في أوج توافقها، وفجأة اندفع الجيش العراقي واجتاح الكويت في 2 من آب عام 1990، فتوقف كل شيء. لسبب أو لآخر صنفنا على أننا مع صدام حسين. هون هذا اللبس اللي حصل في موقفنا أوقعنا في مأزق، وبقول الحق مع إخواننا الخليجيين والكويتيين إنه يزعلوا منا، إنه طيب يعني ليش ما بتقفوا مع المظلوم مع المعتدى عليه. فخسرنا كل علاقاتنا مع دول الخليج ومصر. وهون يعني لا أخفو سرا، أنا كان موقفي ضد الاحتلال ومعلن أيام العدوان على الكويت، أنا قلت أنا ضد، بس أنا واحد من قيادة يعني أول على آخر أنا بالقيادة وأنا جزء منها. لكن لو حد سألني رأيي وحد سألني رأيي فقلت أنا لست مع احتلال الكويت. هذه القضية ساعدت أنه نستعيد العلاقة مع أشقائنا في الكويت، والحمد لله أعيدت تماماً.